شو بتقول الأفلاك لمواليد الحوت بالأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول أكتوبر 2024؟ يا عزيزي رح تبلش الأسبوع مع أفضل يومين هالشهر. من أفضل أيام الشهر هن التنين 14 والتلاتة 15. يمكن تجازف وتغامر وتكون سعيد خلالهم. الأمر المكتمل بالحمل مع الخسوف يوم الخميس 17 بيحاكي شي حصل معك ببداية الشهر عند الكسوف. تتذكر الكسوف بالميزان، يمكن يلقي الضوء على قضية عائلية أو منزلية بحاجة لمعالجة سريعة، ويمكن يتعلق الأمر بشأن مالي أو بوضع تمويلي أو بقضية إرث أو ضريبة أو تسديد فواتير. بس أنت بالإجمال لازم بهالأسبوع تدرس كل خطوة بهدوء، ما تتسرع بأي أمر، حتى ولو وافقتك هالظروف بين الجمعة 18 والسبت 19، أو حتى لو حصل شي بريحك أو بيهدي من روعك. تتاح لك بهالوقت فرص جيدة وبتتلقى بعض العروض، يعني من نص الأسبوع لآخره عندك عروض، بس لازم تكون حذر إذا بعض هالعروض بين الأحد 20 والتنين 21، وتكون واقف على الحياد بهاليومين لأنهم معاكسين.